السلام عليكم. اليوم نروح للميدان الفلاحي، حيث أنه الآن فيه تفكير للولوج إلى العالم الرقمي واستعمال كل ما يمنحه هذا يعني المجال نتاع الرقمي والمعلوماتي لتطوير الفلاحة في الجزائر. والآن يتم حاليا رقمنة الفلاحة بكل الأبعاد نتاعها والجانب نتاعها، من ناحية المساحات، من ناحية النوعية نتاع المستثمرات، من ناحية الإنتاج السنوي لمتابعة يعني تطوير الإنتاج حسب الشعب، وفي معطيات كثيرة الآن يتم دمجها في نظام معلوماتي متكامل. وهذا يسمح يعني مد ستانوتي دو ديسيزيون، يمد لي ديسيدور يعني الواقفين على هذا الميدان وحتى الفلاحين، يمد لهم معلومات مهمه جدا. سيتين باك دو دوني مرقمنه. يعني مش معناه مرقمنه، ما هي الفائده من الرقمنه؟ الفائده من الرقمنه هي سي لاكسي، تمد لاكسي، تمد الولوج الى المعلومه في ظرف وجيز. اي متعامل، يا اما فلاح او مستثمر او الوزاره او الوصيه، اذا احتاج الى معلومه يقدر يوصل المعلومه في ظرف وجيز، وهذا يساعده في اخذ القرار ويساعده كذلك في البرمجه، ماشي يخطط للمستقبل نتاع الفلاحة. الفلاح يقدر يشوف وش ينتج وش ما ينتج الأمور. يعني هذا النظام تاع الرقمنة الجديد اللي راه يتم حاليا التطوير نتاعو على مستوى وزارة الفلاحة أمر مهم جدا، وإن شاء الله كل الميادين تاع الاقتصاد الوطني المجالات يتم رقمنتها ويتم تطويرها، و يعني يصرف فيها ريبرتورياج، تدوين نتاع كل المعطيات هذه بصفه عامه في جميع المجالات. وهذا كما قلنا ونعاودوها يساعد على اخذ القرار الصائب. اذا نترككم تتابعون هذا التقرير عن عمليه تاع الرقمنه نتاع النظام الفلاحي والزراعي في الجزائر. إذن والسلام عليكم. توفير العقار الفلاحي وفق سياسة التجديد المعتمدة من قبل الدولة أعطت ثمارها في جنوبنا الكبير، وبالتحديد ولاية غردايا التي استفاد فلاحوها من أراضي فلاحية بعد تسجيلهم في منصة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. احنا من الشباب اللي استفدنا في المنصة الرقمية هذه الأولى في امتياز فلاحي، عطاونا 5 هكتارات في محيط هذا حصير حل. احنا هنا 10 مستفيدين شباب، ان شاء الله رانا معولين انطلاق في الايام المقبله، بعد ان شاء الله المديريه الفلاحه مصالح الفلاحيه راها قالت لنا باللي نعطوكم الكهرباء في الايام المقبله ان شاء الله. نشكر الدوله الجزائريه على الثقه اللي عطاتها لنا في الشباب، وان شاء الله نكونوا على حسن النيه ونكونوا ان شاء الله قد الخدمه، لان الدوله الجزائريه راجعه ان شاء الله للقطاع الفلاحي، وان شاء الله نقدروا نخدموا نديروا الاكتفاء الذاتي للناس اللي يحبوا يستثمروا في الفلاحه باراضي جديده. الديوان الوطني للاراضي الفلاحيه عنده منصه رقميه اللي فتحت 4 مرات بمساحه ل 61500 هكتار. المحفظه العقاريه الرابعه انطلقت 10 جويلية 2024، وتخص 6 ولايات بمساحة تقرب 22,000 هكتار. الفلاح الذي يسجل في المنصة لابد أن تتوفر فيه الشروط. المترشح يدخل في المنصة الرقمية لازم تكون عنده قدرة مالية. عندنا لو كريدي تحدي، عندنا لو كريدي رفيق اللي يسمح للمستفيد من الاراضي الفلاحيه باش يدخل يعني بهذيك انفستيسمون ميكس، يعني تكون لا سورس فينونسيير ميكس. الديوان الوطني للاراضي الفلاحيه عبر المنصه الرقميه يعمل
باش يخلي كامل المستفيدين يدخلوا في الموسم الفلاحي اللي هو 2024-2025. عندنا 61 ألف هكتار دخلت في المنصة الرقمية. عملية تسجيل عبر منصة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية متواصلة عبر ولايات غردايا، جانت، الجلفة، النعامة، إليزي، المنيعة، لتليها الولايات الأخرى، بهدف توفير العقار الذي يسهم في تطوير النسيج الفلاحي المعول عليه في تحقيق الأمن الغذائي.